سي بلعدول، انت موظف في جامعه عين عتيق؟ نعم سيدي. شو المشكل اللي عندك هاد الصباح؟ هذا السيدي كان سيد مرشح عندنا في الدائره ديالنا، انا ما بيني وبينه والو حتى حاجه، تيجي يهددني في الجامعه، ما مشيتش عنده للحفله. شو سميتو هاد العضو؟ هذا ابو حجره عبد الحق. ناجح في الدائره ديالكم؟ ناجح في الدائره ديالي، هي انا غنمشي ندير دابا شي كاين الوكيل الملك باش هاد السيد يهددني. علاش كيهددك؟ كيهددني على التوظيف ديالي، بغى يخرجني من الخدمه، بقات لي 3 شهور ديال الخدمه ديال الفلانتريت. باش تخرج تقاعد؟ باش تاخذ تقاعد، دار 34 عام، حتى لهذا العام هذا ولا تيدير معايا هاد المشاكل. شنو هاد الصباح قلتي؟ هاد الصباح، هاد الصباح. شنو 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 جا قال لك؟ جا قال لي الحمار البوك هذا وتيعاير فيا بشي معيار بشي اسلوب. شنو المهام اللي عنده هو في واش هو مكتب مسير؟ في المكتب نعم. علاش كينتمي هاد شمن الحزب؟ الحمامة. ولمن كتوجه النداء ديالك؟ النداء سيدي الوكيل الملك وسيد الرئيس اللي كتسمع فينا. شنو نوع التهديد؟ قول لنا نوع التهديد. التهديد بونيه قال لي نشريها لك فلوسي، غندير نحرك عليك الفلوس، انا ما عنديش، ويتعدى عليا انا ضعيف، واش يتعدى عليا؟ شو السبب؟ شو السبب ديالك؟ السبب والو، على الترشيح حيت على الانتريج. لكن قلتي شي حفله؟ ما حفله ديالاش. حفله ما مشيتش للحفله ديالو. ديالاش؟ ديال الانتخابات. انا ما خصنيش نمشي ليها. وقتاش درت هاد الحفله؟ دارت السبت والحد. هاد السبت اللي فات؟ السبت والحد. ولكن ما كاينش انتخابات دابا. وراه دابا تيوجد هو. وتيوجد إذن هذه حملة سابقة. سابقة. قال لك علاش ما جيتيش؟ علاش ما جيتيش؟ بدا يهدد فيا في هذا الصباح. ودابا شنو الإجراء اللي درتي؟ عندي إجراء درام، مشي عند الوكيل الملك ندير شكاية. شكرا جزيلا سي بلعدول، شكرا.